رح ننتقل احنا وياكم الى جوله. طبعا هذه جوله عدها زميل ياسر عدنان. هذه جوله راح نشاهد بها امنيات الشعب العراقي براس السنه. طبعا كثير من الامنيات للناس والمواطنين تتمنى ان تشاهدها بهذه السنه، على الرغم من المفاجات اللي ممكن ان احنا شفناها، لكن ما زالت الامل موجود وما زالت الامنيات اكيد موجوده. فراح نتابع احنا وياكم مشاهدينا هذه الجوله ونرجع لكم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة سمراء الفضائية، أهلا ومرحبا بكم وكل عام وأنتم بألف خير. ساعة قليلة ودقائق تفصلنا عن عام جديد، أتمنى أن يكون هذا العام عام خير وأمان وسلام وازدهار وانتصارات. خليكم معنا في هذه الجولة اللي تسبق العام الجديد. أنتم بخير، سنة سعيدة إن شاء الله عليكم. شو تقول بمناسبة العام الجديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد. كل عام وأنتم بخير، صحة وسلامة إن شاء الله على الشعب العراقي وعلى الأمة العربية الإسلامية إن شاء الله. إن شاء الله هاي السنة تجي إن شاء الله العم الأمن والأمان إن شاء الله أكثر منه هسه إن شاء الله، ويرحم شهدائنا الأبطال وجرحانا إن شاء الله. لولاهم لما كنا بهاي الساعة إحنا هنا. ونقول الشعب العراقي ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله، ولحضرتكم ان شاء الله صحه وسلامه ان شاء الله، وسنه سعيده ان شاء الله. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. انت شو تقولين؟ كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. شو تقولين بالعام الجديد؟ كل عام وانتم بخير، ان شاء الله صحه وسلامه. امين يا ربي. شنو امنياتك؟ انه ما يقتلوهم للولد هذول المقاومه في ساحه التحرير ان شاء الله يا ربي. امنيتك تتحقق. امين يا ربي. خلينا نشوف الشباب. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. عام وانتم بخير. سنة سعيدة إن شاء الله عليك، شو تقول بهذه السنة الجديدة؟ إن شاء الله الأوضاع تصير زينة والأوضاع تصير زينة ونرجع الشعب على قبل. آمين. أي والله. هذه أمنياتكم كلتكم، يعني اليوم الشعب العراقي كل أمنياته أنه يعيش العراق آمن بسلام. أمنيات عامة دائما تتحدثون بها، أمنيات أكو خاصة لو؟ هذه كل امنيات. لا، امنيات عامة ان شاء الله. ان شاء الله الله يحفظكم بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. امين. امين يا ربي. شكرا جزيلا. خلي نشوفك. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير، سنة سعيدة ان شاء الله عليك. ان شاء الله على الجمعين، ان شاء الله على العرب، على المسلمين، ان شاء الله جميعا، ان شاء الله الامن والامان على الشعب العراقي، وان شاء الله يا ربي الفرحة تدوم ان شاء الله الشعب العراقي، ونتمنى ان شاء الله يكون الامن والامان اكثر بعد واكثر. امين يا رب. امين يا رب العالمين. حبيبي حياك الله. مستمرين مشاهدينا الكرام بهذه الجولة اللي تفصلنا عن العام الجديد، ساعات قليلة وأيضا دقائق قليلة. اليوم الناس محتفلة رغم يعني الوضع اللي يعيشه البلد، لكن مع ذلك الأمنيات دائما تتحدث عن أنه يا ربي يدوم الأمن والأمان وأيضا يعيش العراق بسلام وازدهار. أيضا راح ناخذ بعض اللقاءات ونتحدث عن الأمنيات العامة والخاصة ناسنا وأهلنا في مدينة تكريت، وأيضا حول هذه الأجواء اللي موجودة. خلي ناخذ بعض الضيوف. السلام عليكم، شلون أحوالك؟ كل عام وأنت بخير. بخير، صحة وسلامة على الجميع يا رب. سنة سعيدة إن شاء الله عليكم. علينا وعليكم إن شاء الله. سنة سعيدة علينا وعليكم إن شاء الله بالخير والبركة. آمين. وإن شاء الله يدوم علينا الخير والبركة بكل أمان والعراق إن شاء الله المقبل. سلمك. شلون شفت الأجواء؟ أجواء حلوة واحتفالية حلوة بصلاح الدين إن شاء الله، وإن شاء الله يدوم علينا بالصحة والسلام. آمين يا رب. سلمك، يسلمك يا رب العالمين. خلي نشوفك، تعال. أمنيات طبيعية يعني أبد لا تنسى. السلام عليكم، سنة سعيدة يا ربي عليك إن شاء الله. هنا أنا وجهك. كل عام وأنتم بخير. شو تقول بهذه السنة الجديدة؟ إن شاء الله السنة سعيدة علينا وعليكم وعلى كل أهل صلاح الدين يا ربي. آمين يا ربي. بعد روحي. أمنياتك أمنياتي تتحقق كلها صلاح الدين إن شاء الله. آمين. آمين يا رب. ونعم الأمن إن شاء الله على عراقنا. آمين إن شاء الله على كلها صلاح الدين. آمين يا رب. بعد روحي. تعال خل نسألك. تعال. السلام عليكم. شلونك؟ سنة سعيدة عليك إن شاء الله.
ان شاء الله على كل العراقيين، وان شاء الله نتمنى الخير والامان للشعب العراقي بحلول السنه الجديده 2020، وان شاء الله يعم الامن والامان. لا ما احرج مساله الكاميرا ان شاء الله، لا ماكو اي احراج. سنه يعني سنه جديده نتامل رغم كل الوضع اللي دا يصير بالعراق، نتمنى انه تنتهي كل الامور هذه المحن اللي دا تمر بالعراق، وانه يعم الامن والامان. فشي ما تحقق بسنة 2019 اتمنى انه يتحقق ب 2020. والله ب 2020 ان شاء الله، اهم شيء الوظيفة. اي ورا وظيفة نتزوج، لان وضعنا حيل رثي ان شاء الله. اي ان شاء الله يعني اكو نية للزواج. اي والله حيل، الله يسهل ان شاء الله للجميع ان شاء الله يبارك ان شاء الله نفرح بك سنة 2020. بارك بك. خلينا نشوف ايضا بعض اهلنا. السلام عليكم، كل عام وانت بخير، سنة سعيدة عليك. وانت بخير ان شاء الله على الأمة الإسلامية، وان شاء الله امن وامان لهاي البلاد الحبيبه، وان شاء الله الاستقرار، والله يفرح هاي الناس، وان شاء الله سنه بخير وعام جديد ان شاء الله من اسوأ الاحسن نشوف ان شاء الله، وان شاء الله استقرار هاي البشر. بس نريد الامان، احنا ما محتاجين كل شيء غير بس الامان. اذا شفنا الامان احنا نفسيتنا ترتاح، يعني نشوف الافراح، نشوف الناس تطلع مرتاحه، هذا اهم شيء عندنا، وان شاء الله بس الاستقرار. امين يا رب. امين يا رب. العراق تعب، يحتاج له فرحه، تحتاج له انه نشوف سنه خاليه من التضحيات، خاليه من الضحايا، خاليه من الجرحى، هذول الشباب اللي دا يروحون. اتمنى انه تنتهي هذه المظاهر اللي ما تليق بالعراق. العراق دائما شعب يحب الحياه، يحب الفرحه، يحب الاستقرار، وان شاء الله كل هذه الامور تتحقق. اكيد يعني هو عراقنا شامخ، يعني من ذاك اليوم لحد هسه بنتامل على هاي السنه ان شاء الله نشوف الاحسن، ما نريد الاسوء، نشوف الاحسن. وهاي يعني ايام مباركه وايام حلوه. تحياتي لك وللكادر جميعا بعد قلبي يا اخوي العزيز. الله. مشاهدينا الكرام، مستمرين بنقل هذه الاجواء السعيده قبيل يعني استقبال سنة جديدة، سنة 2020، يا رب تكون سنة خير وأفراح ومسرات، وأيضا سنة نشوف أنه العراق يزدر بها، وأيضا يتحقق الأمن والأمان في كل عراقنا الحبيب. باقين وياكم، خليكم ويانا. Thank you.